بوي الصندوق ده فيه ايه؟ حديد؟ حاجات غالية يا حبيبي، بالراحة عليها بالراحة. الحمد لله على السلامة يا خواجة. أهلا يا همام، ازيك؟ كيفك يا خواجة؟ بخير حبيبي. همام زعلت كتير قوي لموت عمك، كان راجل قوي شجاع. فيك الخير يا خواجة، فيك الخير. اقعد اقعد بيتك ومطرحك. شكرا حبيبي، شكرا. الصناديق دي فيها ايه يا خواجة؟ دي قنابل. ايه؟ بوم واحدة تموت عشرة، عشان تعرف تاخد طرع عمك من أي عيلة، حتى لو كانت عيلة حسان. قنابل؟ كيف اللي بيرموها كده في الحرب؟ مظبوط يا همام مظبوط، وهعلمك ازاي ترميها، وكمان تعلم رجالتك يستعملوها وقت الخطر. عوني دلوقتي أمنت وصدقت إنكم واقفين جنبي صح. الشنطة دي مليانة فلوس ليك، بشرط تسلمني كل المحصول بعد 3 شهور. وأنا عهد عليا خواجة لحميكم كيف ما بتحموني. شيك هاند. شيك ايه؟ هاند. وماله كيف ما قلت؟